هذا صوت. ما هو عدده؟ هذا القبو حقبة الحرب العالمية الثانية، ربما ياباني. إنها متجمدة. ويحتاجون إلى كهرباء. اللعنة. أنت بخير؟ بخير، نفذ المهمة فقط. ما عدد الذين جاءوا من التسجيل؟ حوالي 20 وبعض النساء. الأب ميثايس جاء بإحداهن بنفسه. من أجل الفقود؟ ربما سنعرف الليلة. بحذر بحذر، اليوم بالوحوش. نعم. لا أصدق. تعال. هذا الزجاج ضعيفا. الغريبة. يا إلهي. لا تقاومي. لقد انتهى أمرك. إلى أين تذهبين؟ هاي، ماذا تفعلين؟ اقتليني أرجوك. أشعل النار فيها. Ha!
الأب ماثايس سيفيق سراحنا. من أين؟ من هذه الجزيرة؟ أليكس، هل تسمعني؟ نعم. لوحة المفاتيح محطمة. اللعنة. حسنا، ما لم تجد راديو شاك سيكون عليك التواصل يدويا من خلال لوحة الصيانة. حسنا، يبدو ذلك سهلا. نعم، لكن عليك أولا أن تجديها. في تلك الأبراج العالية كانوا يركبون اللوحات في مكان مرتفع، مرتفع جدا. التسلق مجددا، ممتاز. من الأفضل أن يعمل البرج بعد كل هذا. هذا ليس طبيعياً. اللعنة، كم يبلغ عددهم؟ Oh!
تهدي. هيا هل أصيبها؟ علينا أن نؤمن حمايتها. هيا أطلق النار في ذلك الاتجاه. أطلق النار في ابتعد عن طريقي إنها لي. حسنا ركب يمكنك. إشارة من جهاز الإرسال. حسناً. احضري على محطة الطوارئ واحصلي على إشارة واضحة على الرادار قبل أن تطلب النجدة. هاي، نحن نتمنى لك كل الحظ يا لارا.
شكرا لك. الطوارئ الدولية. استغاثة، أنا لارا كرافت من سفينة إنديورنس. لقد تهنا على جزيرة داخل مثلث التنين، نحتاج إلى المساعدة. هيا هيا، استغاثة استغاثة، أنا لارا كرافت. هنا الطائرة ونحن نبحث عنكم منذ أن تلقينا نداء الطوارئ من سفينتكم، وكنا قد قطعنا الأمل كليا. ونحن أيضا حصلنا على موقعكم التقريبي، نريد إشارة مرئية. سوف أجد شيئا، سنأتي إليكم قريبا. حولنا. لارا كرافت، أنت بطلتي. هاي ريس ابتسمت للتو. حسنا، نحتاج إلى إشارة، موقد وقود نيران، أستطيع القيام بذلك. براميل النفط. علي إيجاد طريقة لإشعال هذا. اكتفي بالغرض. Yeah.
تأتي هنا؟ عاصفة ظهرت بشكل مفاجئ من سماء صافية وأسقطت الطائرة. هذا غير منطقي، لابد من تفسير ما. لا أعرف ما هو بعد. مؤكد أنني فعلت شيئا خطأ، لم أنتبه لشيء ما. كان علي أن أتحقق من الأحوال الجوية وأختار مكان هبوط مختلف. لم أكن حذرة بما يكفي، والآن ماتوا. لارا، ماذا جرى هنا الآن؟ تلك العاصفة أتت على نحو مفاجئ. انتبهوا من هنا. لابد من طريق الصعود. يسرني أنك غيرت موقعك. أنت وأنا كلانا. في البداية كان الوضع جيدا، وفجأة هبت تلك العاصفة، ظهرت على نحو مفاجئ. لم تكن غلطتك لانا. طلبت إليهم القدوم راث. اسمعي، سنجد وسيلة أخرى. استغاثة، أنا مساعد الطيار جسر من الطائرة نون 177. مرحبا، هل تسمعني؟ تعرضت لإصابة خطيرة عندما هبطت وأحتاج إلى المساعدة الفورية. أيها القبطان جسر، أتسمعني؟ لقد أطلقت إشارة دخان، أرجو الرد. إنه لا يسمعني، يجب أن أذهب إليه. لا. الإشارة هناك. يجب أن نخاف على طاقمنا الخاص، علينا أن نتجمع حالما نعثر على سام. لا يمكنني أن أتركه هناك، يجب أن أذهب إليه. أحيانا علينا القيام ببعض التضحيات لارا، لا يمكنك إنقاذ الجميع. أعرف بشأن التضحيات. لا، تعرفين بشأن خسارتك. التضحية هي خيار تتخذينه، أما الخسارة فهي خيار قد اتخذ لك. لا يسعني اختيار أن أدعه يموت. حسناً، سوف نحاول أن نقترب أكثر. دع القناة مفتوحة. هيا، علينا أن نعود. اصمت ودعني أنتهي. أحتاج دعماً. Ah!
لم أسمعه؟ لا تقلقي، على الأرجح أنها تزور المكان. أنت كاذب فاشل ألي، توخى الحذر هناك. بالتوفيق. إلى ما قبل حقبة كوفر. مكان مقدس. ملكة هيميكو. مدهش. كابتن جسب؟ يا إلهي، لكونك صغيرة أنت تسببت لي بالمتاعب، لكنك ساذجة وسطحية التفكير. اقتلوها.